السلام عليكم، أنا محمد غنايم. خذ نفسا عميقا واجلس في مكان هادئ وضع سماعات الأذن. سأحاول من خلال هذا المقطع أن أنتقل بك لأكثر من واقع نحاول من خلاله أن نخرج من ضغوطات الحياة والتوتر الذي أنت به لواقع أكثر جمالا، وبالتالي يساعدك في أن تبدأ يومك التالي بكل همة ونشاط. وأحببت أن أشاركه معكم في هذا الوقت بالذات. لنبدأ القصة من بدايتها، حيث كنت جنين نفخ الله فيك الروح بين دقات قلب وجريان دم. هناك حيث عالم لا يشابهه شيء، عالم نشتاق إليه، حيث لا يوجد شيء سوى البقاء بخير. هناك حيث كنت في قمة هدوئك وسكينتك، أم تحميك بحملها لك، وأب ينتظر قدومك بشوق. كانت الحياة هناك أكثر بساطة وأقل إيلاما. نشتاق أحيانا لتلك المرحلة، نشتاق لصوت دقات قلب أمهاتنا، نشتاق لكل نبضة نشعر فيها بالأمان والطمأنينة. كم كانت الحياة هناك بريئة، ولما خرجنا منها بكينا، بكينا رافضين فكرة الخروج من السكينة للضجيج، من الأمان لعدمه، من رحم الأم لرحم الدنيا. أسموها صرخة الحياة، ولكنني أرفض ذلك، فنحن كنا في قمة الحياة في أرحام أمهاتنا، وكانت الروح بنا، فهذه الصرخة هي فطرة ربانية لتذكرنا بأننا خرجنا لمصاب كبير واختبار جلل، فأتعجب لمن جعل الدنيا أكبر همه وقد جاءها صارخا، وأتعجب أكثر للجاحدين لأمهاتهم وقد خلقوا بأحشائهم، وأي معروف في الحياة يوازي ذلك لتجحده كما يجحد البعض أمه، فلا برها ولا قدرها حق تقديرها. وأنت إذا ما اشتدت عليك الحياة وبكل قوتك هنت وضعفت، ووجدت نفسك قويا عزيزا في جوار أمك، ووجدت نفسك طفلا برفقتها وإن خط العمر منك باع. فإذا سئلت عن أفضل ما حييت في الدنيا، أخبرهم عن تلك التسعة أشهر. وإن سئلت عن أفضل ما عشت، أخبرهم عن شبابك. الآن أنت أمام بحيرة هادئة في وقت غروب، تتمعن في المشهد أمامك وتفكر. أنت هنا تجلس على هذه البحيرة الهادئة، وقد مر من عمرك ما مر لتصبح شاب لوحدك هنا، وقد تركت خلفك كل ملهيات الحياة من إنترنت وإنترنت. قررت أن تحمل كتابا معك لهذه الرحلة، مع أنك لم تطالع من سنين. وضعت الكتاب بجانبك وبدأت بالتفكير عن أفضل ما عشت، تفكر في حالك كشاب وتتمعن في نفسك، وكأنك ملكت كل شيء. لدي القوة والعقل التي لا يملكهما الطفل، ولدي الهمة التي لا يملكها الكبار في السن. سأفعل ما أريد. حينها تذكرت قصة ذلك العجوز الذي سئل عن أكثر ما ندم عليه في حياته، فأجاب بحزن: أهدرت شبابي كهدير شلال متدفق، فلا أصبحت ما كنت أطمح ولا طمحت فيما أصبحت. فوجدت نفسك حينها أمام تلك البحيرة بلا شغف تلاحقه ولا أمل تنتظره، كأنك تسير في طريق لا تعب به، وأدركت أن ذلك العجوز ينتظرك في نهاية الطريق. حينها قررت قرارك الأول: لن أكون ذلك العجوز، ولن أسير على ذلك الطريق، سأفعل ما أحب وسأكون ما أطمح، وأنا أملك لذلك القوة والعقل والهمة، سأتوكل على الله. فرحت لنفسك بهذا القرار الذي تعلم في كينونتك أنك ستنساه بمجرد خروجك من هذه البحيرة، ولكنك لتأكيده قررت ألا تتماطل في تطبيقه، وتمنيت ذلك. تمنيت أن تسعد في يوم ما ذلك المتشوق لرؤيتك وأنت جنين، وتلك التي تفهمك بكل طباعك. تمنيت. قاطع أفكارك صوت ضفدع يتقافز في البحيرة ليذكرك بقفزاته بأن الحياة دول، فيوم لك ويوم عليك، والرابح من يستمر في اللعب للنهاية لا من يفوز.
فأدركت حينها أنك لست مطالبا بالنجاح في كل شيء، ولست مطالبا بالرقم الصعب، ولكنك مطالب بالمحاولة إلى أن تصل لهدفك. هنا لاحظت نصرا خاطفا يمسك ذلك الضفدع المتقافز ويهرب به محلقا. أزعجك المشهد بل وقطع تفكيرك وجعلك ترغب في الخروج. حينها وعندما هممت الوقوف اصطفت كل أخطاؤك أمامك لتذكرك بنفسها، فهي مزعجة أيضا كإزعاج ذلك المشهد. تذكرت زلاتك ومعاصيك، تذكرت تماديك وتهاونك بها، تذكرت عدم توبتك، تذكرت قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شعرت حينها كأنك تفهم الآية لأول مرة، وأدركت أن كل إنسان مسؤول أن يبعد نفسه عن كل ما لا يرضي الله. وعندما يخطفنا ذلك النسر لن يشفع لنا إلا ما تركنا خلفنا من عمل صالح. هذه اللحظات العابرة وهذا التفكير جعلك تتمنى لو يرجع الزمان بك لتعدل عن أمور كنت قد عصيت الله بها. ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. ومع ذلك ابتسمت لأنك تعلم أن الله غفور رحيم، قابل التوب، غافر الذنب، يحب أن يراك تائبا راجعا، وها أنت ذاك. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.